السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفتنا لليوم فطائر على شكل بني بدون بيض، ساهلين في التحضير وكيجيو خفاف ولداد وكيستحقوا التجربة. اللي دابقوا معايا نشوفوا مقادير وطريقة التحضير ديالو. المكونات غنحتاجو كأس من الماء يكون سخون شوية، لأن عندنا علبة من الياغورت بارد فكيجيو هذا، خصوصا أن الجو بارد. كذلك جوج حتى ثلاثة المعالق ديال السكر، وملعقة كبيرة من خميرة الخبز، كيس من خميرة الحلويات، مع كيسين من السكر الملسم بالفانيلا. غنحتاجو كذلك القليل من الملح، وجوج معالق أو ملعقتان كبيرتان مملوءتان بشكل جيد من الزيت النباتية، وتقريبا 500 غرام او نص كيلو من الدقيق الابيض. كنوضعوا الماء كما لاحظتوا نديرها شويه سخون، لانك قلت لكم الياغورت بارد، ومن الاحسن اذا كان ياغورت بنكهه الفانيلا. انا استعملت الياغورت الطبيعي لانه هو اللي توفر ليا. غادي نخلطوا معهم كذلك، وممكن نخليه حتى الاخير مع الدقيق. درت ثلاثة المعالق عاديين، ما مغرقينش بزاف، ومعلقة الخميرة، ثلاثة المعالق من الياغورت الطبيعي بلا سكر، ثلاثة معالق السكر اللي درت، وكذلك كيسين من السكر الملسم بالفانيلا. باش يجينا اللوغو ديال الفانيلا مزيان باين. يعني هاد الفطائر خصوص درتهم خصوصا الناس اللي كيطلبوا مني بنيه او فطائر مقليه بهذا الشكل تكون بلا بيض، خصوصا الناس اللي عندهم الحساسيه ديال البيض او ما كيبغيوش الريحه ديالو. غربلت الدقيق تقريبا نص كيلو مع كيس من خميره الحلويات، وغادي نضيفوه شويه بشويه حتى نحصلوا على عجينه تكون رطبه يعني مجموعه ما عرفت المهم رطبه وفي نفس الوقت تكون متماسكه، وكندلكوها. ممكن طبعا نستعملوا روبو ديالنا، عجانه، اي اداه كنعجنوا بها، او بالقصعه نعجنوا اللي بغيتوا باي طريقه. شويه يعني هي راها مرخوفه دغيا كتدلك، وكنغطيوها ونخليوها في مكان دافئ حتى كيتضاعف الحجم ديالها مزيان. ضروري في هذه المرحله نخليوها تخمر، كل ما خمرت كل ما سهل علينا انها تخمر المره الثانيه بسرعه وتجينا ناجحه. في هذه الاثناء غادي نوجدوا الكريمه باش غنعمروا، واللي كتبقى اختياريه. ممكن ديروا غير مربى او كريم باتيسير عادي او اي كريمه على حسب الذوق ديالكم. نحتاجوا كاس من الحليب، وجوج معالق او ملعقه كبيره من السكر على حسب الذوق، نص معلقه ونص. وغنستعمل كريم مستحضر كريم باتيسير بالشوكولاط، لكم الاختيار. ممكن عادي كيف قلت، ممكن نديرو غير مربى، مهم اننا نديرو شي حاجه للحشو باش تعجب الجميع، او ممكن تخليهم خاويين بلا ما تعمروهم. درت معلقه كبيره عامره مزيان، وغنرد الكل بعد ما كنخلط مزيان حتى كيغلي وكي يبدا كما غادي تشوفوا معايا كيتماسك. صافي غنزولوهم فوق النار طبعا مع التحريك المستمر باش ما كيتحرقش من تحت. وكناخذ بلاستيك الغذائي وكنغطيه بهذا الشكل باش ما يدير حتى شي طبقه، خصوصا ما درتليش نهائيا الزبده. بغيتو دير واحد المعلقه صغيره ديال الزبده وتخلطوه معاه في الاخير. ممكن ملي كتختمر العجينه ومزيان كنشوفوا الضعف الحجم ديالها مزيان، كناخذوا قطعه منها، وكن ضروري كنديروا كميه لا باس بها من الدقيق باش نطلقوا، لان العجينه كما كتلاحظوا مرخوفه، ضروري تكون مرخوفه ماشي قاصحه باش تحصلوا على النتيجه اللي بغيتو. اللي ما عندوش مشكل مع البيض ممكن يضيف واحد البيضه، ويستعمل كذلك ياغورت طبيعي، او كما قلت لكم من الاحسن ياغورت بنكهه الفانيلا. كناخذوا الجزء الاول وكنديروا الدقيق مزيان كيف قلت باش ما يلصقش، ونطلقوا بالمدلك عادي كيما الفيلم كنحضروا
البنية أو الفطائر ديالنا. نرقو العجين وكل مرة نتأكدو بأنه ما لاصقش، نرقوه واحد شوية كما لاحظتوا كل مرة كنقلبها، لأن لا تلصقت، ف ملي كنبغيو نقطعوها كتبدا كتجمع. تأكدوا أنها مرتاحة وما لاصقاش، وعاد بداو كتقطعوا فيها. خدوا أي طابع صغير أو كبير على حساب الرغبة. أنا غندير هادو كبار ومكمل وحيدات صغار من الأحسن. صافي، منين غادي نقطع الكمية نجمع العجينة اللي كتبقى وكنديرها ترتاح في البلاستيك، نهز هادو ونوضعهم في ميديل باش نخليوهم مرة أخرى يختمروا، وطبعا في مكان اللي هو دافئ. كما لاحظتوا راه ما كيتجمعوش، كيبقاو شكلهم كما هو. صافي، ملي كيخمروا مزيان وكيتضاعف الحجم ديالهم، كنسخنوا مقله فيها الزيت حتى تسخن مزيان، ونقصوا تكون درجه الحراره متوسطه باش ما كيتخطفوش، خصوصا ان فيهم السكر. وكما لاحظتوا كيبداو كيتنفخوا، الا بان لكم ما تنفخوش ممكن انكم تبداو تديروا بالمعلقه الزيت فوق منهم حتى كنشوفوهم تنفخوا، او غير شويه وقلبوهم غادي تبان لكم انهم يبداو يعني راسهم كيتنفخوا. كما لاحظتوا انا غادي نزيد نقلب باش يزيدوا، نعاونهم يتنفخوا اكثر بهذا الشكل. يعني هذه الكميه عطاتني يعني عدد كبير من هاد الفطائر. الا كنتو اسره صغيره ديروا نصف الكميه. صافي، كنبدا نقلي فيهم، كل ما قليت كميه كتحمرات من جهتين كنهزها ونصفيها من الزيت ونوضعها تستقطر، وندير كميه اخرى بنفس الكيفيه. وفي نفس الوقت اللي كنشوفهم استقطروا يعني باش لا التشويكه ديالي يعني ما غتهزش، كندوزهم في السكر كيبقى اختياري. التمر كنقلي الكميه كامله ونهزها كي قلت نخليها تستقطر، وندوزها في السكر حتى كنتهي. راهم تيطيبوا وتيتحمروا بسرعه، ولا بقى لكم الجوانب لانه كيتنفخوا، فضروري الجوانب ما تيوصلهمش الزيت، ماشي مشكل. وكيف قلت عمليه اننا ندوزوهم في السكر كتبقى اختياريه على حسب الذوق، ممكن نقدموهم هكا او ممكن نعمروهم كيف قلت باي كريمه متوفره او مربى على حسب الذوق ديالكم، ونقدموهم طبعا وهما سخونين ماشي حتى كيبردو. وبالنسبه للكريمه منعمرو بها طبعا حتى كتكون بردت مزيان، وطريقه اللي هي بسيطه وسهله. ومن الاحسن يكون عندكم بوش او جيب حلواني نديرو فيه الكريمه ونعمرو، بعد ما كنديرو بمقص وحطو قب صغير ونعمرو من الداخل الكميه على حسب الرغبه. صافي، ونوضعو في طبق التقديم. انا غندير نص معمر ونص بلاش، اختلاف الاذواق طبعا، كاين اللي كيبغيو معمرين كاين اللي كيبغيوهم هكاك. نحاول ندير حفره يعني في مجموعه، وعاد نبدا كنعمرها مره واحده. ما عندكمش البوش ممكن تديروا اي وسيله او تعمروا غير بمعلقه اللي بغيتو. صافي، غادي نستمر حتى نعمرهم كاملين ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. شكلهم النهائي اكيد كيجيو خفاف وخاويين من الوسط، وطبعا لذاد ومكوناتهم جد بسيطه وكيستحقوا التجربه. ونسيت ما قلت لكمش بانه ممكن طبعا ندير لهم حتى حشو ديال كريمات الشوكولات او لعتا ديال يعني الشوكولاته ديال الدهن اللي كيبغيوه كاع الوليدات. شكرا لكم بزاف، والى اللقاء في فيديو في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.